ابن عمي، كرمال الله لا تضل اخذ على خاطرك. والله ما كنا حاسبين حسابي يقلعونا مشان الاولاد. والله قلبي بيتقطع لما بتكون زعلان. خلاص ماني زعلان، بعد كام يوم بخطف رجلي وبحضره للفيلم. شلون يعني تروح لحالك؟ لك شو بدي؟ اخذكم معي؟ ما شفتني شو صار فينا؟ بعدين وين بكم تتركوا البنات؟ امي بتقعد عندهم. ايوه ايوه مخيطينا حابكتي انت وضرايلك، يخرب بيتك من حالي. يعني امك اكيد جايه تقعد مع البنات؟ اكيد. ايه ما في روح. شو مالنا خاطر عندك؟ كرمال الله ابن عمي. لا اله الا الله، شو هالمصيبه هي؟ خلاص مشي، روحي روحي هلا، روحي انتتري. وينك؟ اذا ورحنا على السينما خدي لك شوية تسالي وحباشات لحتى نتسلى فيه. رح أعمل لك طنجرة مجدرة من اللي بيحبها قلبك مع مخلل وحباشاته. وسلطة نعمة. لك يخرب بيتكم، إيش رايحين على الحمام؟ لك هي السينما، سينما. إيه صحيح، أنتوا ما بتعرفوا شي يعني سينما. خلاص خلاص لطفية، روحي، بعدين أنا أفهمك شو تاخذي، روحي. طنجرة مجدرة عم فحشة، يخرب بيتكم من